استيقظت بكين الخميس على الصباح الأشد صقيعا فيها منذ أكثر من 50 عاما، إذ بلغت الحرارة ما دون 19 درجة تحت الصفر. هذا ما دفع عددا من المتقاعدين إلى ممارسة هواية السباحة في بحيرة متجمدة في حديقة عامة في العاصمة الصينية وسط رياح عاصفة ودرجة حرارة ناهزت 12 تحت الصفر. الماء بارد ولكن من يسبح فيه يشعر بالارتياح عندما يخرج منه. ولكي يتمكنوا من ممارسة رياضتهم المفضلة وهو ما يحرصون عليه كل يوم مهما كان الطقس، يجب على المتقاعدين كسر الجليد ثم إزاحة ألواحه لإقامة بركة كبيرة. إنها هوايتي، الصقيع يشكل حافزا لي، كلما كان الجو أكثر برودة أرغب بالسباحة أكثر. ولم تتجاوز درجة الحرارة الخميس 7 درجات تحت الصفر في وقت الذروة، لكن البرد القارس لم يعرقل سير الحياة اليومية في العاصمة الصينية المعروفة بدرجات الحرارة القصوى فيها.